سقط القناع هو حال زعيمة حزب العمال لويزا حنون التي تصنع الحدث بازدواجية خطابها، والتفاصيل مع أحمد حفصي. سياسية تلعب على الحبلين، ديكتاتورية في ثوب مناضلة تروتسكية. إنها الزعيمة المناهضة للأوليغارشيا والتي تتحالف مع رموزها في آن واحد. لويزا حنون 62 عاماً، 25 سنة كاملة قضتها على رأس حزبها، والمفارقة أن حنون التي تهاجم كل من لا يرضخ لابتزازاتها هي عميدة البرلمان الجزائري بأربع عهدات كاملة منذ 1997. 20 سنة نائب في البرلمان، ولأنها فوق الجميع وتزدري كل من انتخبها، لم تنزل لقاعة الجلسات إلا في حالات محدودة وتحت الطلب. مع نهاية العهد الحالية ستكون حنون قد قضت 20 سنة وهي ممثلة للشعب بمداخيل تقدر بثمانية ملايير ومئتي مليون سنتيم، وما خفي كان أعظم. حنون تعارض من مكتبها وفي وسائل الإعلام، وترسل نوابها للتفاوض عبر ابتزاز رجالات الدولة. بلغة الأرقام، لويزا حنون عدوة الأوليغارشيا حسب هواها، تمارس المنطقة الأوليغارشي بامتياز مع نواب حزبها، فهي تقتطع مبلغ 10 ملايين سنتيم من أجورهم كل شهر، وتحرمهم حتى من منحة نهاية العهد البرلمانية والمقدرة ب250 مليون سنتيم عن كل نائب منذ 20 سنة، ولكم أن تحسبوا الفارق. لكن السؤال الذي دائما ترفض حنون الإجابة عنه، كيف كانت تتحصل على كوطة الحزب في البرلمان؟ القصة معروفة، في كل انتخابات تشريعية وبعد التفاوض مع من يتلاعبون بأصوات الناخبين في عهد الجنرال توفيق، ترشح حنون أغلبية قيادات الحزب في ولاية من الولايات التي تكون قد تحصلت فيها على صك على بياض بالحصول على أغلبية المقاعد. لذلك نجد حنون ورمضان تعزيبت وجلول جودي نواباً بدون أصوات، فديكتاتورية حنون وصلت إلى حد كراء شقق تملكها إجبارياً لنواب حزبها القاطنين خارج العاصمة. فأي منطق وأي سياسة تتبناها هذه التي تستقوى بمول السيجارة؟